موجودين النهارده في ديوان عام وزاره الزراعه بنباشر حمله ال 100 مليون صحه، مكون فريق من 4 مدخل بيانات والتمريض واثنين تمريض ومدخل بيانات تحت اشراف الدكتور اللي هو المسؤول عن الفرقه. بنعمل بحث عن الامراض الساريه اللي هي ضغط وسكر وفيروس سي مع وزن وطول. في حاله وجود نتيجه التحليل بتبقى ايجابيه بيتم تحويل المريض برقم البطاقه القومي المسجل على البيانات لاقرب مستشفى ليه. سلمت البطاقه حضرتك وبعد كده رحت وزنت طول وقست ضغط وبعد كده حللت وخدت نتيجه. انا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اهتم بعمل المبادره دي وانها بتلف كل محافظات مصر، لانها اوريدي بتعرفنا على المجموع الحقيقي للمرض ومحاصره المرض قبل ما يتفاقم مع الناس. حمله كويسه جدا ويعني نتمنى لها ان شاء الله كده ان التوفيق. حمله جميله جدا ولازم يكون في توعيه عند الناس عشان يجوا يشوفوا يطمنوا على صحتهم على الاقل. يعني هي حمله ممتازه طبعا، يكفي الواحد بيطمئن على صحته. وطبعا بنشكر المسؤولين يعني على الحاجات دي كلها، اللي بدل ما الواحد بيروح هنا وهنا وهنا موفرين حتى في المصالح الحكوميه في اي جهه من الجهات هما بيتوجهوا ليها. يعني حاجه ممتازه، انا يعني بحلل كل الحاجات وزنه والاطمئنان على الحمله بتاعت الفيروس سي لو في حاجه بنتعالج. بس ربنا مدينا رئيس زي رئيس السيسي، بصراحة ما حدش قبليه من أي رؤساء عملت اللي هو بيعمله دوت، ولا حد سأل في الناس الغلابة ولا قال لك تحليل ولا مش تحليل ولا الكلام ده. لا، حملة 10/10 حلوة جدا يعني. حملة مفيدة جدا لينا كمصريين، لكل فئات الشعب، كله بيجي يحلل. حملة كويسة جدا جدا، نطمن حتى على صحتنا. مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بالتأكيد هي مبادرة إيجابية لقت استحسان المواطنين بعد أن وفرت لهم الدولة عمل التحاليل والفحوصات وعلاج المصابين بالمجان. من داخل ديوان عام وزارة الزراعة، محمد خالد، مصر الزراعية.